مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة، واليوم عندنا درس جديد من أسئلة اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط اليونت الثالث. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات، وضغط زر دعم الفيديو ودعم القناة. أيضا يمكنكم الاشتراك في قناة التليجرام معرض ظاهر أمامكم. طبعا مثل ما تشوفون أو متعودين على الأسئلة تكون مقسومة إلى عدة أقسام. السؤال الأول يكون عندنا القطعة من قطع الكتاب، راح نقراها نترجمها ونشوف الحل الصحيح وشون نجاوب على كل سؤال. عندنا question 1 reading comprehension لقطعة القراءة. read the following text carefully then do the questions below. قرأ القطعة بتمعن بحذر ومن بعدها جاوب على الأسئلة اللي موجودة بالأسفل. يقول لنا do for only، أجب عن أربعة فقط. طبعا لكل وحدة درجتين، يكون درجتين لكل نقطة. Once upon a time، يوم من الأيام، there was a madman، كان هناك رجل مجنون. Lived in a small city called Zing، يعيش في مدينة صغيرة اسمها Zing. One day he wanted to buy himself a pair of new shoes، يوم من الأيام راد يشتري نفسه زوج من الأحذية. He measured his feet with ruler، بعث رجله بمسطرة first أولا، and then wrote his size on sheet of paper، وبعدها كتب القياس على قصاصة من الورق. He was in a hurry، كان بعجلة يعني كان مستعجل، to sit out، حتى يخرج. He left it at home، تركها بالمنزل. At the shoe shop، في محل الأحذية. He couldn't find the paper، ما قدر يعثر على الورقة. So that he went back home quickly، لذلك رجع إلى المنزل بسرعة. To bring it and run back to the shop، حتى يجيب الورقة ومن بعدها يرجع إلى المتجر. But it was already closed، لكن كان هو معزل. إذا قرأنا القطعة والقصة، هسه راح نجي على الأسئلة نقطة نقطة ونشوف الطريقة الصحيحة لحل هاي الأسئلة. عندنا نمبر 1 Where did the madman live؟ Where did the madman live؟ وين عاش الرجل المجنون؟ نمبر 2 He went to buy new shoes، وين راح حتى يشتري حذاء جديد؟ نمبر 3 Did he buy one؟ هل اشترى واحد؟ نمبر 4 Why did he go back home؟ ليش رجع للمنزل؟ Number 5 He measured his feet to know his size، هو قاس رجله حتى يعرف القياس. True or false، إذن احنا اختيارات. Number 6 The shop was opened، المحل كان مفتوح. When he came back again، من رجع مرة أخرى. True or false، إذن راح نعرف شلون نجاوب على هاي الأسئلة. طبعا لما تريد تجاوب تكتب question 1 وترقم من 1 إلى 6 وتكتب الإجابات فقط. Where did the madman live؟ وين عاش الرجل المجنون؟ In a small city called Zing، في مدينة صغيرة سمى Zing. He went to buy new shoes، وين راح حتى يشتري حذاء جديد؟ To shoe shop، إلى محل الأحذية. Did he buy one؟ هل اشترى واحد؟ No he didn't، لا ما اشترى. Why did he come back home؟ ليش رجع المنزل؟ Because he left the sheet of paper، لأن نسى قصاصة الورقة اللي بها القياس طبعا. Number 5 He measured his feet to know his size، قاس القدم مالته حتى يعرف القياس. True or false؟ أكيد هنا true. Number 6 The shop was opened when he came back again، المتجر أو المحل كان مفتوح من رجع مرة أخرى. True or false؟ طبعا هنا false، خطأ الشيء مو صحيح. إذن طريقة الإجابة عن السؤال الأول تكون بهذا الشكل. ننتقل إلى السؤال الثاني. طبعا هذه قطع الكتاب اللي هي textbook passage اللي هي قطع الكتاب. Answer the following questions from the textbook، أجب على الأسئلة التالية من الكتاب، من قطع الكتاب. Number 1
What is Mad Jack أو What is Mad Max job؟ شنو كانت وظيفة ماك المجنون؟ What does the robot do؟ شنو سوى الروبوت؟ Where does Mad Max work؟ وين يشتغل كان Mad Max ماك المجنون؟ Number 4 What was on the floor of the kitchen؟ شنو كان على أرضية المطبخ؟ Number 5 How does the robot speak؟ شنو يتحدث الروبوت؟ Number 6 Why can't Mad Max have a piece of cake؟ ليش Mad Max ما يقدر ياخذ قطعة من الكيك؟ بالنسبة لإجابة السؤال الأول What is Mad Max job؟ طبعا he is an inventor، هو كان مخترع، an inventor. What does the robot do؟ شنو سوى الروبوت؟ He had painted the ship, trees, the grass and the armchair. هو طلع أو صبغ الشيد الكوخ، trees الجار، the grass العشب، و the armchair اللي هي ذراع الكرسي. Where does Mad Max work؟ وين يشتغل؟ He works in the shed، يشتغل بالكوخ ماله. What was on the floor of the kitchen؟ شنو كان على أرضية المطبخ؟ There was floor on the floor، كان اكو طحين على الأرضية. How does the robot speak؟ شلون يتكلم الروبوت؟ He speaks slowly، يتكلم ببطء. Number 6 Why can't Mad Max have a piece of cake؟ ليش Mad Max ما يقدر يتناول قطعة من الكيك؟ The robot has eaten it، لأن الروبوت تناولها كلها. إذن طريقة الإجابة نكتب question 2 والرقم من 1 إلى 6. طبعا يقول لنا do 4 only، أجب عن 4 فقط، لازم تترك 2 مذني الإجابات. ننتقل إلى السؤال الثالث اللي هو سؤال القواعد grammar. Do as required، سوي مثل ما مطلوب منك. طبعا كل نقطة تختلف عن الأخرى. Number 1 ياسر doesn't look well، ياسر ما يبدو أنه بحالة جيدة. Ask to know what's wrong with him، حاول تسأل شنو يعاني من عنده أو شنو الخطب بيه أو شنو الغلط بيه. هنا نسأل عن حالة ياسر، إذن لازم نسأل عن الحالة بطريقة معينة. نقول Does ياسر look well today؟ هل ياسر يبدو أنه بصحة جيدة اليوم؟ أو هل ياسر بصحة جيدة اليوم؟ ياسر doesn't look well. تمام؟ إذن بهاي الطريقة نسأل. Number 2 She does the washing. She does the washing. Use carefully. إذن لازم نستعمل ظرف الحال carefully. شلون بهالحالة شنو اللي راح نسوي؟ لازم نخلي she has و does تتحول إلى done تصريف ثالث the washing carefully. She has done the washing carefully. إذن هي سوت الغسيل بحذر. Number 3 Len has helped his father. Len ساعد أبوه. Change into negative، حولها إلى نفي. شلون راح نحولها إلى نفي؟ راح تصير Len has not helped his father. Len ما ساعد أبوه. لازم نضيف not بعد ال has. Number 4 Have you my book؟ Choose eat see go. طبعا عندنا have، لازم شو نسوي؟ نصرف الفعل. يلا نخلي have you seen my book، هل شاهدت كتابي؟ هنا راح تصير have you seen my book. seen my book نخلي seen. have you seen my book، هل شاهدت كتابي او شفت كتابي؟ number 5 he has played tennis this week. He has played tennis this week. هو لعب تنس هذا الأسبوع. Ask question. اسأل سؤال. شلون راح أسأل السؤال هنا؟ دائما نقدم الفعل مساعد على الضمير ونحوله إلى سؤال. Has he played tennis this week? Has he played tennis this week? هل هو لعب تنس هذا الأسبوع؟ Has he played tennis this week? هل لعب تنس هذا الأسبوع؟ Has قدمناها. إذا راح أصير بهذا الشكل. Has he played tennis this week? بهاي الطريقة نجاوب على السؤال الثالث الرقم السؤال ونكتب الإجابات فقط. عندنا question 4 أو السؤال الرابع، عندنا vocabulary اللي هي المفردات، راح نستعمل هاي المفردات بالفراغ المناسب إلها. Complete these sentences with the words in the box، أكمل هذه الجمل باستعمال الكلمات بالصندوق.
من المفردات ate أكل، badly بشكل سيء rode يعني ركب، happily بسعادة، fast بسرعة. Number one, my father drove the car. My father drove the car. أبوي سواق السيارة. Drove the car. Drove the car fast. My father drove the car fast. أبوي سواق السيارة بسرعة. Number two, Aziz on the elephant at the zoo. على الفيل في حديقة الحيوانات. سوى rode on an elephant at the zoo. ركب على الفيل في حديقة الحيوانات. Number three, the children played. الأطفال لعبوا happily بسعادة. The children played happily بسعادة. Number four, Ali did his homework. علي سوى الواجب البيتي ماله. Very badly بشكل سيء جدا. And he had to do it again. ولازم يسوي مرة أخرى. Number five, the zebra the leaves on the tree. Zebra ate the leaves on the tree. أكل الليفز الأوراق من على الشجرة. إذن هذه هي الطريقة الصحيحة لحل السؤال الرابع. أيضا do four only، لازم نجاوب على أربعة فقط. في حال ما تركنا تمتلك تلقائيا وحدة أو آخر اثنين أو آخر وحدة من عندهن. هنا عندنا خمسة لازم نترك وحدة، ففي حال ما تركت تمتلك الخامسة تلقائيا. تكتب الرقم والإجابة، رقم السؤال والرقم والإجابة فقط. عندنا آخر شيء question 5 filling، عندنا الإملاء and punctuation اللي هو التنقيط. فرع أي يقول لنا fill the blanks with the missing words، املأ الفراغات بالكلمات المفقودة. عندنا do بالماضي صير did، زين give راح تصير gave. إذا number 1 gave. عندنا man الجمع ماله من، زين glass شنو الجمع مالها؟ طبعا ما دام تنتهي بدبل اس لازم نضيف لها اي اس، راح تصير glasses. نمبر 3 sad تصير ظرف حال sadly، politely. politely. عندنا نمبر 4 fast العكس مالها slow، زين quiet شنو العكس ماله؟ loud، او ممكن نخلي noise. quiet هادئ، loud مرتفع، noisy ممكن ايضا نقول noisy ايضا تكون صحيحة. فنقدر نخلي loud او noise او noisy الافضل. عندنا فرع B rewrite the following sentences with correct punctuation، اعد كتابة الجملة التالية باستعمال التنقيط الصحيح. اذا راح نعيد كتابة جملة باستعمال ادوات التنقيط وما عندنا بخصوص طريقة كتابة السؤال الخط. عندنا طبعا فاتن اسم اول حرف كابيتال، بول سام ابلز، هاي الفارزة السفلية، اورنج اند بانانز ان ذا ماركت. اذا فقط باللون الاحمر هو اللي تغير، اما الباقي يبقى مثل ما هو. هذا ما عندنا بخصوص سؤال الخط والتنقيط. ننتقل الى اخر سؤال اللي هو يكون بالعادة سؤال الانشاء. يقول لنا writing اللي هو الإنشاء، write a short story about the fox and the bird، اكتب قصة قصيرة عن الثعلب والطائر. تمام، إذا راح نكتب قصة قصيرة طبعا ما أخذ هذا الإنشاء سابقا إحنا وكاتبي. One day there was a hungry fox looking for food on a farm. He saw a bird on a shed. Also, he saw some meat under the bear's foot. He asks the bird to give him some meat, but he refused. The fox thought for a minute and asked the bird to sing a song on the tree because he sings beautifully. The bird flew up to the tree and the fox picked up the meat and ran away laughing loudly. laughing loudly. إذن هذه هي القصة اللي ما أخذيها سابقا وهذا الإنشاء اللي يتعلق بها. عليه 8 درجات، إذا كتبتوه بهذا الشكل الصحيح راح تأخذون الدرجة كاملة. هذا كل ما عندنا بدرسنا هذا اليوم، أتمنى تكونوا استفاديتوا.
بنهاية الدرس أكيد لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل الإشعارات، وضغط زر اللايك دعم الفيديو ودعم القناة. أيضا يمكنكم الاشتراك في قناة تليجرام، المعرف ظاهر أمامكم. نلتقيكم في درس آخر وإلى اللقاء.